خلي بالك، انت عارف يعني ايه صندوق انا اشرف عليه؟ يعني ان خدت جنيه مني يبقى لك الكلام. السلام عليكم، ازيكم؟ يوم الخميس اللي فات طلع عبدالله الشريف بتسريب كان قوي جدا، تسريب بين اتنين مستشارين في رئاسة الجمهورية المصرية بيتكلموا عن عمولات ورشاوي وفلل وفلوس كتيرة جدا. الحقيقة انا اول ما سمعت التسريب نزل عليا كلمة واحدة بس، اللي هي يا نهار اسود. يعني اتخضيت، قلت ايه ده، في حاجة كده؟ الموضوع ازداد صعوبة لما انتوا قعدتوا تبعتوا لي رسائل تقولوا اطلع رد على عبدالله الشريف، والحقيقة احترامي لحضراتكم منعني من حاجة زي كده، لان ما عنديش اي حاجه تثبت او تنفي التسريب خالص. فكنت هطلع هقعد اطبل وازمر وفي الاخر مش هضيف جديد او هقول لك اي حاجه عليها القيمه. فالحقيقه منعت نفسي ان انا اعمل حاجه زي كده، بالرغم ان حلقه زي كده كانت هتجيب لي مشاهدات كتيره، بس انا قلت لا، يعني ملهاش لازمه. وقعدت ادور ورا التسريب ده، وانا بدور اكتشفت حاجه مهمه جدا، اكتشفت ان المصدر فاسد. مصدر اللي مطلع التسريب ده فاسد. ده واحد اتولد 1978 وفضل لحد نص 2013 في البلد، واول ما طلع من البلد طلع على قناة الجزيرة يشتغل في قناة الجزيرة عشان يهاجم بلده، لان هو ما كانش راضي عن ثورة 30 يونيو. فضل شغال هناك في الوقت اللي قناة الجزيرة كانت بتدور فيه على عملاء او اخوانجية يطلعوا يشتموا البلد ويهاجموا البلد. الراجل ده سد وزيادة، كان كل يوم يطلع يشتم في البلد ويتريق عليها. مش بس كده، الراجل لما اشتغل يوتيوب كان كل شوية يطلع بأكاذيب ويطلع بتسريبات زي اللي انت شايفها دي، والحقيقة التسريبات دي كلها مكانها الزبالة. فابتديت ان انا اشك ورا المصدر نفسه، في حاجة غلط، يعني التسريب نفسه في حاجة غلط، لان المصدر بتاعه مش مظبوط. ولو جيت خدت بالك، احنا في اخر 4 سنين عمالة تجيلنا كمية تسريبات كتيرة مصادرها فاسدة. محمد علي، معتز مطر، عبدالله الشريف، يعني مجمع اللاموفق والتلاتة اوحش من بعض. انت بتستمع للتسريبات لحاجة واحدة بس، لان انت عاوز تصدق حاجة زي كده، ومتخيل ان احنا عايشين في عصور سابقة، عصور كان فيها فساد للركب، عصور كان الفساد فيها بيجيلنا من فوق قوي قوي، وما تقدرش تفتح بقك، ولو فتحت بقك يبقى قيلتك سودة. المرة دي الموضوع مختلف. ليه؟ لان النتائج على الارض، النتائج قدامك. لو في فساد اكيد المشاريع دي كلها مش تعمل، اكيد الاقتصاد مش هيعرف ينمو، اكيد مش هيبقى فيه فرص عمل، هيبقى فيه حاجات كتيره جدا وحشه في البلد. بس انا بقول لك انها بقت احسن، واكيد لو في فساد بدرجه كبيره، لان خلي بالك مفيش بلد ما فيهاش فساد، بس انا بتكلم لو بدرجه كبيره اكيد ما كنتش هتشوف كل الحاجه على الارض دي، ما كنتش هتشوف برامج كتيره والمليارات اللي البلد بقت بتتكلم فيها. كنت بتتكلم زمان ببلايين، دلوقتي بتتكلم بالمليارات. فازاي يبقى في مستشارين لرئاسه الجمهوريه بيناقشوا صفقات ورشاوي بالملايين دي كلها بين اتنين بس، بين اتنين بس في رئاسة الجمهورية، وازاي البلد فيها كل المشروعات دي؟ يا اما البلد بيجي لها فلوس كتيرة جدا بيتنهب نصها، والنص التاني بيتعمل بيه المشاريع دي كلها، يبقى احنا بلد ولا امريكا، يعني بقى ده احنا تخطينا السعودية او من القوى الكبرى اللي بيجي لها تريليونات كل شهر. والحقيقة لما ترجع للاقتصاد تشوف لا، انت اقتصادك على قد، على قد وماشي بيه كويس. فالفلوس الضخمة اللي بتتكلم عليها دي لما تروح للمستشارين يبقى الباقي بيعمل ايه؟ والحقيقة أنا لفت انتباهي حاجة تانية خالص، إن البلد سكتت خالص. أنا عاوز أقولك إن عمرو أديب نفسه لما طلع معرفش يعلق. عمرو أديب لمح الموضوع، خلي بالك أستاذ عمرو أديب ده أنا بحبه جدا، لما طلع كان عاوز يعلق ومعرفش، قالك إيه؟ افتتح البرنامج بتاعه كده وقالك إحنا لازم نحترم نظام القضاء عندنا. هو كان فاكر إن في قضية بالفعل وإن القضاء هيحقق فيها، بس خلي بالك اللي كان ظاهر إن الدولة ما كانتش شغالة، في حين إن الدولة كانت مقلوبة. أنت عارف يعني إيه تسريب يطلع لمستشارين رئاسة الجمهورية؟ لا، احنا هنا بنتكلم على مستوى تاني خالص. ليه؟ انت بتتكلم على مستشارين بياخدوا فلوس من صندوق تحيا مصر، احنا هنا بروحنا في حتة تانية. ليه؟ انت بتتكلم التسريب ده هيضرب صندوق تحيا مصر في كل حاجة. صندوق تحيا مصر من اللي شغالين عليه، من اللي بيتعاملوا معاه، من اللي بيمولوه، وده اهم عنصر كان عاوز يتضرب. يعني انا لو جيت قلت لك تبرع على صندوق تحيا مصر هتصدقني؟ اقل واجب يعني هتقول الفاظ مش ظريفة بعد التسريب اللي طلع ده. تخيل انت بقى كمشاهد، طب لو انت عاوز تتبرع بفلوس كتيره وانت راجل اعمال غني هتروح تتبرع لصندوق تحيا مصر؟ اقل واجب هتقول ده لسه طلع لهم تسريب وانا مش هتبرع عليهم بجنيه. لحد ما نشوف بقى التسريبات دي صح ولا غلط. هو ده الاساس والهدف من التسريبات دي، يضرب لك مفاصل الدوله. على فكره صندوق تحيا مصر ده اللي هو طالع منه كذا مشروع بيخدم اهلنا في الصعيد. الصعيد انت بتتكلم على نص تقريبا الشعب المصري عايش في الصعيد، فانت عاوز تضرب صندوق وعاوز تضرب اهل بلد عشان تسريب؟ طيب الحقيقه ان الدولة اتحركت بمنتهى القوة وتحركوا بعنف، لان هما قدروا يوصلوا على اصل التسريب ده. مش بس كده، ده قدروا يوصلوا على الطرفين، اللي اتكلم
واللي استمع. التسريب ده كان بين اتنين لواء في القوات المسلحة اسمه فاروق القاضي، ده اللي قاله عبدالله الشريف. قال لك لواء في القوات المسلحة وحد كبير جدا لان هو مستشار في رئاسة الجمهورية. خلي بالك احنا بنتكلم على منصب حساس جدا، تحت ايده حاجات كتير قوي، مستشار في رئاسة الجمهورية. مش بس كده، ده راجل بيكلم مستشارة تانية اسمها ميرفت محمد علي. الحقيقة التسجيل نفسه كان غريب، الناس دي بتتكلم براحتها بالقوي يعني. يعني خلي بالك لما انا اكون مستشار احافظ على هيئتي يعني، اخلي بالي في كلامي. الراجل عمال يتكلم في ملايين وفيلل، وبعدين قال لها ده انا هديكي فيلا ب 6 مليون هتدفع منهم 750 الف بس وباقي صندوق تحيا مصر. كلام غير واقعي، كلام ما يتصدقش. يعني ايه؟ قالت له ايه؟ قالت له على فكره انا باخد 30 الف بس على فكره هم كانوا وعدنا ان احنا لما نروح العاصمه الاداريه هيزودونا. الحته دي على فكره انا ما اقدرش انفيها او اثبتها خالص. ليه؟ انا والله العظيم ما اعرف راتب مستشار رئيس جمهوريه بيبقى بكام. معرفش، تتوقع اقل او اكتر؟ انا فعلا معرفش. ممكن تكون اللي بتقوله ده نوع من انواع ان عاوز تبتز الراجل. بس تاني اوعى تفتكر ان انا بنفي او بثبت، انا معرفش الراتب بتاع الست دي كام وهي بتاخد كام بالظبط. بس المفاجاه ان ازاي عبد الله الشريف قدر يوصل لتسريب زي كده من داخل رئاسه الجمهوريه؟ ازاي يعني؟ خلي بالك كان قبل كده بيطلع كميه تسريبات غريبه وعجيبه، بس المره دي بتتكلم على توقيت البلد المفروض تطورت بشكل كبير، البلد امنيا بقت اشد بكتير، وبتتكلم على مشاريع كتيره قوي ما ينفعش المستشارين دول يكونوا بياخدوا المبالغ الضخمه دي كلها، سواء بقى الملايين سواء الفيلل سواء القصور. فانا فضل قدامي حاجتين، ازاي عبد الله الشريف وصل للموضوع ده، وازاي الناس دي بتتكلم بالفجر ده. السؤالين دول انا ما اعرفهمش، بس النهارده طلعت وزاره الداخليه وجاوبت على السؤالين دول، جاوبت على السؤالين وجابت لك اللي بيتكلموا كمان. اللي بيتكلم هو اصلا مش المستشار او اللواء او اي حاجه خالص، لان للاسف فاروق القاضي ده مستشار توفي بالفعل، فاكيد اكيد التسريب ده طلع قبل ما يتوفى اكيد. لا خلي بالك اللي بيتكلم اسمه حنفي، ده الاسم لوحده كفايه، اسمه حنفي عبد الرازق. تاني انا مش بغلط في اسم حنفي، بس انا بكلمك على الفرق. انت بتتكلم على مستشار اسمه فاروق القاضي، في الاخر يطلع اسمه الحقيقي حنفي. الفرق كبير، لان حنفي ده نصاب وعليه 22 قضيه نصب. مش بس كده، انت هتيجي تسال نفسك اكيد اكيد الكلام ده مزور، لان الحكومه عاوزه تنفي عن نفسها التسريب ده، فهتزور في الصوت وهتطلع حد اي كلام ويلبسوه القضيه، لان هم عاوزين ينفوا التهمه عن نفسهم مش كده. هقول لك اسمع صوت الراجل وهو بيتكلم وقارنه بالتسريب اللي طالع من عبد الله الشريف. الصوت واحد، بص كده واسمع. عبد الرازق سيد محمد ممكن في الاطميه، عندي 61 سنه، من صغري كنت بمارس النصب والتنقيب عن الاثار من حوالي 5 سنين. عملت اسم اللواء فاروق القاضي، اتحدت صفه اللواء فاروق القاضي، شغال مستشار في رئاسه الجمهوريه. وبعد فتره طبعا بدات اقنن الحاجات دي، اخد الناس اللي عندهم اراضي وعندهم مشاكل ونزاعات على الارض اخلصها لهم. بعد كده رحت بدات اقوي علاقتي اكتر بالناس واحمد الشركات، اوهمهم ان انا عندي ناس في الحكومه وتخلصوا الكلام ده، وبناء عليها بقيت اخد عمولتي برضه. بعد كده بقيت اخد التسجيلات اصلا اللي موجوده عندي على التليفون، بقيت ابعتها لكل الناس عشان اقوي علاقتي بهم ان انا ماسك نفسي. حوالي 3 شهور عرفت واحده اسمها ميرفت محمد علي، مستشاره في رئاسه الجمهوريه. قعدنا اتكلمنا مع بعض، سجلت لها شويه مكالمات حلوين، ورحت واخد منهم مكالمه وبعتها لكل الناس اللي عندنا اللي هي من حوالينا. فوجئت لقيت عبد الله الشريف الاخواني نزل على تويتر صوت ليا وصوت لميرفت محمد علي. هتيجي تقول لي هو ده منظر مستشار؟ ده مش منظر مستشار، يعني ده ايه الراجل اللي انتوا جايبه لنا ده؟ يعني عاوزين تضحكوا علينا، تضحكوا علينا بالعقل، انما تجيب لي حد اي كلام؟ هقول لك خالص، على فكره الراجل ده مشهور عنه ان هو بيعرف يغير من شكله، بدليل الصوره اللي انت هتشوفها دي صوره ليه وهو في السجن ماسك السبوره اللي بيمسكوا عليها ارقام المساجين. طب الصوره اللي بعديها مستشار بقى، بص يعني انا لو شفته في اي حته اروح اسلم عليه، بصراحه راجل برنس، السيجار وبتاعه والرجل على رجل، ايه الحلاوه دي؟ لا مستشار ويجي منه. الحقيقه لو افترضنا ان ده هو صاحب التسجيل يبقى اللي كان بيكلمه بالفعل مستشار، يعني حتى لو الراجل ده نصاب يبقى ضحك على مستشاره بداخل رئاسه الجمهوريه، انتوا هتشتغلونا ولا ايه؟ هرجع اقول لك ان ميرفت اللي ادعى عليها عبد الله الشريف انها مستشاره في رئاسه الجمهوريه هي ميرفت، بس ميرفت تانية خالص. بص كده، هي ميرفت مين؟ انا اسمي ميرفت محمد علي احمد، مواليد 13/9/69، السنه دي اشتغلت في مجال المقاولات،
عشان ازود دخلي في مجال المقاولات بالنسبه للعملات اللي كانت هتجيلي من شغل المقاولات. وتعرفت في شهر 9 اللي فات على شخص بيشتغل في نفس المجال، ادعى ان اسمه اللي هو فاروق القاضي، وان هو له علاقات مع مسؤولين كبار في الدوله، وان هو بيقدر يجيب شغل كتير في مجال المقاولات، وان هو له مصالح نقدر يعمل مصالح قويه في شغل المقاولات. وانا قلت له ان انا شغاله برضو في رئاسه الجمهوريه، وان احنا بعلاقاتنا دي نقدر نعمل مكاسب كويسه في شغل المقاولات. طيب الدليل، بص انا مش وزاره الداخليه، بس عهد ان احنا ندلس تهم ونزور تهم عشان نلبسها الاشخاص برضو ولا ومش راجع تاني. ولا دي يعني عدى، مش هيرجع تاني. خلاص عدينا المرحله دي بقى، عدينا وتاني انت قدامك المشاريع في الارض. انت مش بتتكلم على خيالات، انت بتتكلم حاجات مثبته. الناس دي لو بتاخد الملايين دي كلها مشاريع هتبني ازاي؟ مش هيبقى في فلوس في الدوله باقيه عشان يبنى بيها مشاريع، مش كده؟ بس خلي بالك انت في نقطه ما وقفتش عندها. الصور اللي حاططها عبد الله الشريف تثبت لك ان دول ناس فخمه جدا، يعني صوره فعلا مستشار وصوره واحده جامده يعني كويسه. يعني في الحقيقه ميرفت طلعت حاجه تانية ومستشار ده طلع حاجه تانية، بس عبد الله الشريف حط الصور دي ليه؟ صور الفخامه دي وصور البنت الجميله قوي دي، لان بصراحه عبد الله الشريف كان عارف الحقيقه ازاي. خلي بالك عبد الله الشريف تواصل مع احد الاشخاص اللي برضه متهم بالنصب على فكره، يعني ما هيشيلها بقى، وكان بيكلم عبد الله الشريف على الواتساب بيقول له اسيب البلد ازاي. فعبد الله الشريف قال له بمنتهى السهوله يا باشا، خلص باسبورك اطلع السودان، هتطلع على تركيا هوا. وهو ده المركز الاساسي للعمليات، تركيا. ده اللي عبد الله الشريف عاوز ياخد فيه النصاب ده عشان يطلعه تركيا. سؤال هنا، سؤال بسيط، هو عبد الله الشريف هيستفيد ايه من الراجل ده؟ لان هو لا هو مستشار ولا هو المستشاره. هقول لك ان النصاب اللي اسمه حنفي عبد الرازق طلع وقال ان هو بعت التسجيل ده لوائل عبد الرحمن سليمان، الشخص اللي كان عاوز يهربه عبد الله الشريف. واسمع بنفسك عبد الله الشريف قال له ايه عشان يهرب. اسمع كده. طمن يا زعيم، عبد الله الشريف معاك، ومحدش بيفتح التليفون ده ولا بيمسكه ولا بيقع في عيد في ايد مخلوق غيري انا، فانا عبد الله معاك، واظن الصوت بتاعي واضح جدا. تمام. بص يا جميل، انا بالنسبه لي مش عشان اعمل سبق صحفي مثلا ولا اعادي الاولاد الذين دول ان انا البس المصدر اللي جاب لي الحاجه، لان هي البطوله كلها عندك انت على فكره مش عندنا. يعني انا اللي بعت لي الفويس اللي فات هو ده البطل، انا مجرد خدته ووصلته للناس، انا موصلاتي، فانا مش هستفيد حاجه بضررك. الفويس الثاني ده كان 22 دقيقه وما زال عندي قسما بالله 22 دقيقه، كل اللي نشرته منه حوالي 7 دقائق علشان ما ضرش الثاني، لان في حاجات تضر اللي بعت لي. فانت اي حاجه تخصك، اي تلميح على اسمك، اي حاجه فيها صوتك، اي حاجه فيها كده، تاكد تماما مليون في الميه ان هي ما في مخلوق هيسمعها غيري. عبد الله الشريف كان عاوز الراجل ده بالتسجيل بتاعه يطلع على تركيا، الا ان السلطات القت القبض عليه. برضه تيجي هنا تقول لي والله عبد الله الشريف مظلوم وانتوا بتفبركوا الدنيا والكلام ده كله مش صح. هقول لك خلي بالك حاجه ظريفه جدا، انت لو خدت بالك ان التسريبات دي من حراميه ونصابين، والراجل نفسه عبد الله الشريف اتسرب له قبل كده على فكره وحاول ينفي معرفش. انا متاكد ان عبد الله الشريف في نفس حيرتي بالظبط، لما انا تلقيت التسريب ما كنتش عارف الاقي اي دليل اطلع انفي بيه او اثبت بيه التسريب. هو عبد الله الشريف نفسه مش عارف هيقول ايه الحلقه الجايه. عبد الله الشريف اي تسريب هيجي لك عن رئاسه الجمهوريه بص للمشاريع القائمه، لان عبد الله الشريف قال لك حاجه واحده بس، قال لك انا شغلانتي اطلع تسريبات للنظام ده. ماشي، بس احنا شغلانتنا ان احنا نطلع مشاريع للنظام ده، وهنفضل نعمل كده على طول. وعلى فكره لو كان عبد الله الشريف بيطلع اكاذيب وبيطلع تسريبات وهميه، احنا بنقول لك على مشاريع قائمه هتنزل تشوفها بنفسك وقول لي ايه الواقع وايه اللي انت تفضله. تسريبات ملهاش اي اساس مطلعها شويه حراميه ونصابين، ولا مشاريع انت كل يوم بتستخدمها لان دي فلوسك على فكره، فلوس الضرائب اللي انت دفعتها، الضرائب اللي انت ممكن تكون بتنتقدها بس بتشوفها على الارض. قول لي انهي الاوقع. تاني، انت بتدور على الحقيقه مع حبه حراميه ونصابين، واي تسجيل يجي لك بص على مصدره مين اللي مطلعه، لان اي تسريب هيطلع من عبد الله الشريف او زبانيته هيبقى تسريب فاسد مصدره لا يرقه للحقيقه. والا على فكره كان غطاه الاعلام الغربي بشكل كبير، انا ما لقيتش صحيفه واحده بتتكلم على التسريب ده. احنا بنتكلم على تسريب رئاسه الجمهوريه، احنا نهرج ولا ده حاجه من الاخر؟ ولا صحيفه اتكلمت على التسريب ده، انتظارا للرد المصري. ومصر ردت، ارفع راسك فوق، انت مصري وعلى حق، وانت بتنتصر كل يوم وانت قاعد في بيتك. خلي بالك عبد الله الشريف ده واحد هربان ونصاب وعليه قضايا وبيحاول يلعب في دماغك مش اكتر. اما عندنا فرد جديد لسه هربان برضه، وهو معتز مطر، قال لك انا هرجع بقى قريبا وساب تركيا عيني، وقال لك
انا هاجرت من تركيا لان خدت على قفايا، فمش هينفع انا اقعد في تركيا، فرايح حته تانية. فانا مش واقف على التسريب ده، انا واقف على التسريبات الجايه اللي هتجي لك وانت برضو هتحاول تصدقها، لان الكلام ده مش صح. انا بكون شرحت لك الموضوع بشكل مبسط، ويا رب نصر مصر. تحيا مصر، احنا اكبر من كده بكتير على فكره قوي. سلام. يا محروسه بسيف شاطر وسيف حارس عليك يمين، ومن فوق السما السبعه